طبعا النهاردة حصل موضوع اللي هو التغيير الوزاري والتغيير جوه الجيش. ده كان المفاجأة اللي محدش توقعها خالص، خصوصا في وقت يعني في حروب على الحدود بتاعتنا من كل ناحية تقريبا، وفي بوادر حرب العالمية الثالثة على الأبواب، وفي عساكر بتتقتل على الحدود ومفيش ردود ومفيش حاجة بتتعمل ولا حاجة بتحصل. كل ده يعني يقول ان ما ينفعش يبقى فيه تغيير في قيادات الجيش الفترة الحالية. فاللي حاصل دلوقتي ان الوزير ورئيس الاركان يتغيروا مع بعض في نفس النشرة في نفس الحركة. لا، ده انقلاب، ده انقلاب قولا واحدا. ليه؟ من مصلحة البلد ومن مصلحة استمرار العمل في مؤسسة بحجم القوات المسلحة، ما ينفعش ان اتنين عمي يبقوا داخلين يطبشوا في نفس الوقت. لازم واحد تكون رجليه سبتت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان وزير الدفاع قاعد، رئيس الاركان يتغير، يوم رئيس الاركان لما يجي وزير الدفاع يقعد معاه ويقول له ادي مهام بتاعتك، وادي مش عارف ايه، وده بيتعمل كذا، وده بيتظبط كذا، وانت هتعمل كذا، وهخلي مش عارف مين يقعد معاك ومين يظبط معاك، يبتدي يديله جايد لاينز علشان يبقى اوبريتيف في اسرع وقت، لانه عايزه خلال مثلا الشهر اللي جاي ده يكون خلاص ايه، ايده بقت مكلبشه في كل حاجه، يبتدي يقدر ياخد قرارات ويتحرك، لان ده رئيس اركان. او ان رئيس الاركان يبقى قاعد ويجي عليه وزير الدفاع اللي هو المنصب السياسي، يقول والله امكانيات بتاعتنا كذا، عندنا كذا، موجود كذا، محتاج صيانه، محتاجين مش عارف قد ايه، احتياجاتنا ايه، طلباتنا ايه، تجهيزاتنا ايه، استعداداتنا ايه، الكلام ده كله. فيبقى وزير الدفاع عنده تمام بالحاله العسكريه للقوات اللي يقدر يتكلم بيها مع رئيس الجمهوريه. لكن الاثنين، لا اللي في ايده الشغل بتاع العسكر عارف اي حاجة، ولا اللي في ايده شغل الوزارة عارف اي حاجة، والاتنين داخلين على عماهم كده، ده قولا واحدا انقلاب. في حاجة غلط كبيرة بتحصل. تاني يا جماعة، في حاجة غلط كبيرة بتحصل. انا معرفش في ايه، بس اللي حصل ده، ما هتقولي والله يا شريف طب ما مرسي غير الوزير ورئيس اركان بالمنظر ده. هقول لك حاجتين. اول حاجه، كانت في حروب على حدودك، ده اول حاجه. تاني حاجه، ده كان انقلاب. ما هو جابهم عنده الاتحاديه وراح مثبتهم زي ما حصل كده النهارده، وبعد ما ثبتهم جاب السيسي والتاني، ده كان انقلاب. فاللي بيحصل دلوقتي ده ما تسمش الانقلاب. يلا.